صباح الخير، صباح الخير، بونجورنو، صباح الخير، صباح الخير، بونجورنو. تمام. عامة أنا بكمل كتاب بروجيتو إيطاليانو، وبالنسبة للناس طبعا اللي طلبته أو طلبت إن هو يكون مشروع بروجيتو إيطاليانو، وممكن نتابعه في أي وقت. اوكي، صباح الخير، صباح الخير، تشاو تشاو، بونجورنو بونجورنو. اوكي، جراتسي جراتسي يا بوي. تمام، نبدأ مع بعض. ثانية واحدة، سامعني كويس؟ الصوت مسموع؟ اوكي تمام. لو سامعني بس قولوا لي ان انتوا سامعين، يبقى ده شيء جميل. وهنبدأ مع بعض الكتاب. وهنا احنا معانا تشاو ايو سونو جانا. تشاو ايو سونو جانا. اوكي جراتسيه. ايو سونو جانا يعني انا جانا. يبقى هنا اكيد من العنوان ان هيكون فيه الفيربو اسر. الفيربو اسر اللي هو طبعا فعل الكينونه في اللغه الايطاليه، وتقريبا هو اهم فعل في اللغه الايطاليه، يعني ليس فقط من اهم الافعال ولكن اهم فعل، وده مش في اللغه الايطاليه بس، في كل اللغات. فعندنا هنا تصريف الفيربو اسر هيكون io sono. io sono، وطبعا هنا مش كاتبين كل التصريفات ولكن احنا اخذناها قبل كده في اكتر من درس. io sono، انا اكون. io sono، تمام. io sono، انا اكون. tu sei، انت تكون. lui، lei، هو او هي يكون او تكون. io sono، tu sei. معلش في مشكله في un attimino. Ok, معلش سامحوني. يبقى هنا io sono، انا اكون. و tu sei، هو يكون. lui، lei، sorry، اسفه مش عارفه فين راح. اوكي، io sono، انا اكون. tu sei، انت تكون. lui، lei، هو او هي يكون او تكون. noi siamo، نحن نكون. voi siete، انتم تكونوا. loro sono، هم يكون. تمام. اوكي تمام. هنا معانا تمارين على الفيربو اسر. بونجورنو جانا. بونجورنو جانا، هنا ستيلا بتقول بونجورنو جانا. كويستي سونو. كويستي، هؤلاء هم. جاري اي بوب. جاري اي بوب دول ولدين. اوكي، كويستي سونو. كويستي سونو جاري اي بوب. هنا تشاو، هنا هتقول io sono Gianna. Io sono Gianna. Ok, brava. Io sono Gianna. Buongiorno. Ciao, Maria. Io sono Gianna. طبعا أنا Gianna. Siete americani. Siete americani يعني هل أنتم أمريكان؟ هل أنتم هنا تكونوا siete. يبقى io sono Gianna. Siete americani. هي في الأول قلت لها questi sono، هم يكونوا. Questi sono Gary e Bob. Ciao، io sono Gianna. Siete americani. هنا بوبي رد بيقول لها io sono americano. lui è australiano. اوكي، يبقى هنا ايه؟ australiano يعني هو من استراليا. اوكي، australiano. يبقى هنا io sono americano، lui è australiano. تمام. هنا في بعد كده عندنا جورجو. جورجو بيقول تشاو. كويستا إيه إنها تكون دولاريس. كويستا إيه دولاريس يعني هي بتكون دولاريس. ماتيو بيقول بياتشيري. بياتشيري يعني تشرفنا. دولاريس، إيو سونو ماتيو، أنا أكون ماتيو. هو بيقول لها ساي إسبانيولا. ساي إسبانيولا يعني هل أنت إسبانية؟ فبتقول له سي
تو نعم وأنت ماتيو بيقول لها سونو إيطاليانو. تمام، يعني هنا لما اتكلموا على اتنين تانيين اللي هم هي ستيلا بتقول بونجورنو جانا، هي بتكلم جانا على اتنين تانيين قالت لها كويستي سونو جاري بوب، اللي هم اتنين تانيين اللي هم بيكونوا لورو. هي بتقول تشاو إيو سونو، أنا أكون إيو سونو جانا. سيتي أمريكاني، هل أنتم أمريكان؟ سيتي أنتم تكونوا، هو بيقول إيو سونو أمريكانو، أنا أكون أمريكانو، ولوي إي أستراليانو. أستراليانو اللي هو أسترالي، وطبعا هنا إي لوي إي. هنا جورجيا بتقول كويستا إي، هذه تكون كويستا إي، بتكلم على واحدة ثالثة مش أنا ولا أنت. كويستا إي دولاريس بياتشيري دولاريس، إيو سونو ماتيو، إيو سونو. فبيسألها ساي أنت إسبانيولا؟ قالت له سي. تو نعم وأنت؟ لا سونو إيطاليانو. تمام، يبقى أنا الفيربو إسري بنراجعه مرة تانية، إيو سونو، تو ساي، لوي، لاي، إي، نوي سيامو، فوي سيتي، لورو سونو. فمثلا إيو سونو إيطاليانو أو إيطاليانا، تو ساي إيطاليانو أو إيطاليانا، ولد أو بنت، لوي إي إيطاليانو ولاي إي إيطاليانا، noi siamo italiani او italiane لو احنا بنات، و voi siete italiani و italiane لو احنا بنات، loro sono italiani و italiane لو احنا بنات. تمام، في بعد كده معانا هنا che hanno osservate i disegni e oralmente costruite delle frasi come nell'esempio. تمام، هناخد بالنا وهنعمل فرازي. يعني مثلا lui è Pablo او Paolo، lui è Paolo è italiano، يبقى Paolo italiano، è Paolo الاسم من حاجات الفيربو اسر ان هي بتشير الى النوم او الاسم. Paolo، lui è Paolo، lui è italiano. تمام، lui è Paolo و lui è italiano. يبقى هنا من الحاجات اللي بتعملها الفيربو اسر ان هي بتشير الى الاسم وبتشير كمان الى الجنسيه. è italiano، è Paolo è italiano. تمام، اوكي. يبقى هنا عندنا في ديزاني، في عندنا ماريا، ماريا وبرازيليانا، هنستخدم الفيربو essere. طبعا ماريا هتكون لاي، لاي اه ماريا، لاي اه برازيليانا. تمام، في عندنا حميد، وان هو اميد هو ماروكينو، يبقى لوي طبعا اميد، لوي lui è Amid، lui è marocchino. وعندنا Paolo، Paolo italiano، يبقى lui، lui è Paolo، lui è italiano او è italiano على طول. هنا Diego e Giuse argentini، argentini ان هم من الارجنتين، يبقى هنا وارجنتينا طبعا البلد، يبقى هنا Diego e Giuse اللي هم loro، loro. اوكي، او خوسيه، هنا ده اسمه خوسيه بالاسباني طبعا. دييغو اي خوسيه سونو ارجنتيني. تمام، دييغو اي خوسيه سونو ارجنتيني. اوكي، او سونو دييغو اي خوسيه سونو ارجنتيني. تمام، بعد كده في معانا هنا ماريا اي كارمن، ماريا اي كارمن واسبانيولا، اسبانيولا يعني اسبان. اوكي، اسبان من اسبانيا، ماريا اي كارمن. فهنقول ايه؟ هنقول لورو سونو ماريا اي كارمن و سونو اسبانيولا، يعني هم اسبان. تمام، بعد كده في معانا جين واستراليانا، استراليانا من استراليا واسمها جين، يبقى لاي اي جين ولاي اي استراليانا. تمام، اوكي، تمام. في بعد كده معانا جون ولاري، لورو سونو جون ولاري، هم بيكونوا جون ولاري ولورو سونو امريكاني. يبقى عرفنا من وظائف الفيربو اسر، من اول وظائفه ان هو بيتكلم عن الاسم وبيتكلم عن الجنسيه. اوكي، بنيسيمو، برافيسيمو. تمام، بعد كده في عندنا هنا lavorate in coppia، costruite dei mini dialoghi come nell'esempio. هنعمل mini dialoghi اللي هي مثلا ciao io sono Gabur، sono ungherese. ماشي، io sono Gabur، sono ungherese. io sono طبعا ciao، لما بشوف حد بقول ciao،
اوكي حد طبعا فيش ما بيننا تكليف يعني. تشاو، اي سونو غابور، انا اسمي غابور، سونو اونجاريزي، اونجاريزي يعني من المجر. اي سونو الين، سونو انجليزي، بياتشيري، انا الين وانا من انجلترا يعني انجليزي، و بياتشيري، بياتشيري يعني تشرفنا. فده بنحاول نعمله مع اي حد من اصحابنا من الديالوجو. اوكي تمام. وممكن طبعا هنا نقدم اي حد. adesso presentate il vostro compagno alla classe، يعني كل واحد يقدم رفيقه او يقدم صاحبه. ممكن نجرب ان احنا نتكلم عن اي حد، يعني مثلا بقول lei è Sara è italiana مثلا. اوكي هنا pronuncia اللي هي النطق، due، وهنا عندنا ascoltate e ripetete le parole، هنسمع ونكرر الكلمات. وهنا عندنا اس واحده، فبنقول sorella 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 يعني اخت. sport 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 يعني رياضه. sport sorella sport sorella sport. وهنا osservate osservate يعني يعني لاحظوا. osservate due s osservate الاثنين ينطقوا. osservate يعني لاحظوا. osservate. وفي معانا espresso، espresso طبعا اللي هي القهوة espresso. espresso اول واحده اس واحده اس وبعد كده دو اس بريسو اسبريسو اسبريسو تمام. وفي بعد كده معانا ايه تاني؟ يبقى هنا دي لا لتر اس لو جت مره واحده، ولا لتر اس لو جت مرتين. تمام. في عندنا لا لتر اس لو جت ما بين دو فوكالي او ما بين حرفين متحركين بتنطق ز. كازا كازا كازا، يبقى هنا اس اتنطقت ز ز كازا. وفرازة فرازة كازا يعني بيت، وفرازة يعني جملة. كازا وفرازة تمام. هنا اس تشي اس تشي، هنا اس تشي لو جت قبل تشي اللي هي سوانو دولشي اللي هي النغمة العذبة، أو اللي هي تشي وتشي، يعني لو جت قبل تشي إي أو تشي إيه، كل الموضوع إن هي بتشيل التاه اللي في الأول، فبدل ما بتكون تشي بتكون شي، بدل ما بتكون تشي بتكون شي، ماشي، ولا تنطق الإس، كل الموضوع إن هي بتخفف من حدة لالترا تشي. فهنا عندنا إس تشي وشيتا وشيتا أوشيتا تمام. لو شلت تشي اس هتكون اوتشيتا، يبقى هنا اوشيتا. وبش بش بش تمام. لو شلت تشي هتكون بتش زي ما احنا بنقول تشاو مثلا، فلا احنا هنا بنشيل التاء اللي في الاول وبتكون بش. اوشيتا يعني مخرج، وبش يعني سمك. اوكي. ولكن اذا جاء حرف لا اس او لا لتر اس بريما دلا لتر تشي سوانو دورو، يعني تكون سوانو دورو اللي هي مع باقي الحروف، يعني جت قبل حرف الاس مع اي حرف تاني غير الاي والاي بتنطق لا اس، بننطقها، فبنقول سكيما سكيما تمام. سكيما لا هي سكيما البناء نفسه، حاجه كده عاملين سكيما الحاجه زي تخطيط يعني سكيما. وهنا ماسكيله ماسكيله يعني بونجورنو، ماسكيله يعني مذكر تمام. سكيما ماسكيله، هنا نطقنا لاس سكيما ماسكيله، وهنا لم تنطق ولكن فقط خففت من حده حرف تشي. وشيتا بش تمام. اوكي تمام. يبقى هنا il ragazzo او la ragazza، طبعا هنا المفروض مذكر ومؤنث، مذكر ragazzo ومؤنث ragazza، il مذكر ولا مؤنث. اوكي. وهنا طبعا في حاجات احنا مش معنا فيها صوت. اوكي تمام. يبقى هنا بناخد الارتيكولو ديترميناتيفو، ارتيكولو ديترميناتيفو احنا لسه بادئين الكتاب امبارح، اول يعني ده تاني مره.
الارتيكل ديترميناتيفو. ارتيكل ديترميناتيفو يعني اداه التعريف. يعني ايه اداه التعريف؟ يعني احنا بنتكلم عن شيء معرف. يعني لما بقول ولد، اي ولد، اوكي ولد، انا محتاجه ولد يشتغل مثلا، اي ولد. ولكن الولد يعني ولد محدد معروف، معروف من هو. تمام، اوكي. فهنا بالنسبه للغه العربيه طبعا احنا عندنا اداه تعريف واحده مع الكل وهي ال، ولكن اللغه الايطاليه في 8 ادوات تعريف، 8 ادوات تعريف، منهم 5 مذكر و3 مؤنث. الخمسه مذكر فيهم 3 مفرد و2 جمع. تمام، الثلاثه المفرد طبعا هنا ارتيكول ديترميناتيفو يعني اداه تعريف، ماسكيلا يعني مذكر، وهنا سينجولاري يعني مفرد، وبلورالي جمع. اوكي، اول اداه في المذكر اسمها ايل. ايل بيو كونسونانت، يعني ايل بياتي وراءها حرف ساكن، ايل ومعاها ساكن. تمام، ايل ومعاها ساكن، فبقول ايل راجاتسو، ايل راجاتسو، وجمع ايل بيكون اي، وطبعا جمع راجاتسو بيكون راجاتسي، يبقى اي راجاتسي، يبقى هنا بلوراله اللي هو الجمع، ايل راجاتسو اي راجاتسي. وهنا تاني اداه في المذكر معانا الابوستروفو، الابوستروفو بيو فوكاله، الابوستروفو بيو فوكالي، يعني الابوستروفو ومعاها فوكالي او حرف متحرك. اوكي، الابوستروفو بيو فوكالي. لالبرو، لالبرو يعني الشجره، وجمع الابوستروفو لي، جي ال اي بتنطق لي، لي ولساني تحت ما طلعش في اللام باللسان فوق، لي، يبقى لي البري، لالبرو لي البري، لالبرو لي البري. تمام، جمع الابوستروف لي وجمع البرو البري. اوكي، تالت اداه في المذكر هي لو. لو بتاتي مع حاجات كتيره، ولكن الكتاب هنا اقتصر على ان هي بتاتي مع اس بيو كونسونانت، يعني اس وحرف ساكن، يعني لازم عشان نستخدم لو تتوافر الشروط الاتيه، ان هي تكون مذكره وان هي تكون بتبدا باس وحرف ساكن وحرف متحرك. لا، يعني مثلا سينيوري هقول ايل سينيوري، مش هقول لو. تمام، ولكن هنا لو ستودنت، لو ستودنت الطالب، طبعا ممكن اقول لو سبيكيو، لو سفيتسيرو. تمام، اوكي، لو ستودنت الطالب، و زيتا لو زيو، لو زيو يعني العم او الخال، والجمع جي ستودنتي وجي زي. تمام، يبقى الطلاب والاعمام او الاخوان، جمع لو لي، يبقى جمع ايل اي وجمع الابوستروف لو الاثنين لي. اوكي، بعد كده في معانا فيمينيله مؤنث. الادوات المؤنثه هما 3 ادوات، 2 مفرد وواحده جمع. سينجولاره يعني مفرد، بلوراله يعني جمع. 2 مفرد اللي هما لا والا ابوستروفو، لا بيو كونسونانت او حرف ساكن، والا ابوستروفو بيو فوكالي او حرف متحرك. لا راجاتسا البنت. تمام، وهنا ليزولا الجزيره، والجمع هي جمع واحد او اداه جمع واحده وهي لا، لا راجاتسا ولا ايزولا. تمام، اوكي. بعد كده في معانا هنا مثلا في بعض التمرينات، فبقول هنا كويستا لا ماكينا دي باولو، يعني انها سياره باولو. لا ماكينا، لا ماكينا لان هي مؤنثه، لا ماكينا. اكو لكيافي، اكو لكيافي، هؤلاء هم المفاتيح، المفتاح يعني لكيافي مؤنث، والجمع لكيافي. اوكي، ايكو لكيافي. وهنا لي ستودنتي، طبعا اس وساكن بتاخذ حرف الجر، بتاخذ الارتيكول ديترميناتيف او اداه التعريف لو في المفرد وفي الجمع لي، يبقى لي ستودنتي، لي ستودنتي دي ايطاليانو سونو مولتي، يعني طلبه اللغه الايطاليه هم كثيرون. وهنا كويستا او كويستو اي il libro di Anna، هل هذا هو كتاب أنا؟ questo è il libro di Anna. وهنا il calcio،
È lo sport che preferisco. Il calcio, yani كرة القدم, il calcio è lo sport, accento S, we consonante. Il calcio è lo sport che preferisco. Anna Ofadelo. Scusi, Afwan Masera, è questo l'autobus per il centro. هل هذا هو الأوتوبيس الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ الأوتوبوس الأبوستروفو، تمام؟ أوكي، وبعد كده هنا معانا كومبليتات كون هي أرتيكولي داتي. عندنا هنا أرتيكولي، وإحنا طبعًا إحنا خدناها أرتيكولي ديترميناتيفي، هنا موزايو، موزايو يعني متحف، هنقول إيل موزايو. Il museo, لأن هي بتبدأ بحرف ساكن أو كونسونانتي. Il museo، وهنا معانا نوميري، نوميري جمع وبتبدأ بحرف ساكن ومذكرة، يبقى إي نوميري، إي نوميري، تمام؟ وفي معانا أوبرا، أوبرا مؤنثة وبتبدأ بحرف متحرك، يبقى ال أبوستروفو، ال أبوستروفو أوبرا يعني الأوبرا. وهنا أري، أري جمع مذكر بيبدأ بحرف متحرك، يبقى هتكون جي أري، ماشي؟ لأريو مفرد، جي أري جمع، ماشي؟ نخلي بالنا ال أبوستروف في المفرد المذكر بتجمع بلي، وإلا أبوستروف المفرد المؤنث بتجمع بلي، تمام. وفي معانا هنا بانينو، بانينو يعني ساندويتش، يبقى إيل بانينو حرف ساكن، إيل بانينو كونسونانتي. وهنا زيا، زيا يعني عمة أو خالة، لا زيا، لا زيا لو مذكر هتكون لو زيو، ولكن هنا هي مش مذكر، هي مؤنث فهتكون لا زيا. هنا زاينو، زاينو مذكر وبيبدأ بحرف زيتا، يبقى هياخد لو، لو زاينو. وهنا سيفالي، سيفالي اللي هي الفردتين للبوت، هيكونوا دي ستيفالي عشان جمع، لو فردة واحدة هتكون لو ستيفالي، اوكي؟ دي ستيفالي جمع. اوكي، يبقى هنا ارتيكولي ديترميناتيفي، طبعا احنا درسناها كتير مع بعض، ولكن في ناس بس طلبت مني الكتاب ده، فهو الحاجات اللي موجودة فيه ليس اكثر ولا اقل. تمام. هنا فورمات دل فرازي كومي للاستامبيو، لا ماكينة اروسا، يعني هنعمل فرازي او امثلة كما هو موجود بالمثال. لا ماكينة اروسا يعني السيارة حمراء، La macchina è rossa. Hena nota, potete seguire l'ordine proposto o fare altre combinazioni. تمام، ممكن تعملوا نفس اللي موجود او تعملوا حاجات من عندكم، مفيش اي مشاكل. فعندنا هنا مثلا كازا وبيلا، فهنقول لا كازا اي بيلا، لا كازا اي بيلا يعني البيت جميل، لا كازا اي بيلا. طبعا كازا سوستانتيفو او نومي، وبيلا اللي هو اسمه ايه، الادجيتيفو او الصفة، ماشي؟ طبعا هحط ارتيكولو ديترميناتيفو في الاول، لا كازا، ماشي؟ نضع الفيربو اسري، اي بيلا، لا كازا اي بيلا، لا كازا اي بيلا. بعد كده معانا بيشي وبيكولي، اسماك وصغيره، اسماك او بيشي، بيشي اللي هم الاسماك، بيشي بتاخذ حرف الجر، حرف اداه التعريف ايل، وهي طبعا نومي او سوستانتيفو، او اي بيشي هنا عشان جمع، اي بيشي سونو بيكولي، اي بيشي سونو بيكولي يعني الاسماك صغيره، اي بيشي سونو بيكولي. وعندنا كمان ليبري ونوفي، ليبري اللي هم الكتب، اي ليبري عشان هنا جمع مذكر بيبدأ بحرف ساكن، يبقى اي ليبري سونو بيكونو نوفي جداد. وعندنا ريستورانتي، ريستورانتي اللي هو المطعم، il ريستورانتي، وهنا è italiano، il ريستورانتي è italiano، المطعم ايطالي، il ريستورانتي è italiano. بعد كده عندنا vestiti وموديرني، i vestiti sono moderni، i vestiti sono moderni يعني الفساتين جديدة، ماشي؟ طبعا فيستيتي ممكن تكون فساتين او ملابس بشكل عام، سونو مودرني يعني حديثه يعني. وهنا زيو، زيو وجوفاني،
زيو لو زيو العم او الخال هو جوفني اي جوفني يعني هو شاب ماشي مش كبير في السن. تمام خلاص كده احنا خلصنا معاكم ونكمل ان شاء الله في المره القادمه. شكرا لكم. وبالنسبه للناس اللي طلبت طبعا بروجيكتو ايطاليانو ممكن ان هم يتابعوا في الوقت اللي يكون مناسب بالنسبه لهم ونتقابل بالليل ان شاء الله على الفيسبوك. شكرا مع الف سلامه.